اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من إلدرينج. بهاي الحلقه راح نستعرض وياكم قتال الزعيم طبعا الدوب رونبير. تابعوا وياي. ادخل يا اول شيء نستريح هالكائنات تساعدنا طبعا القتال ويا الدوب. طبعا شويه مزعج شوية اجريسيف بالمزعج بالدوب انه اقعد ضربات اجريسيف يعني لحبة الضربات ما يعطي واحد فرصه شويه ياخذ دم او شيء. فهم صاروا اجريسيف وياه واستخدموا النار. ضربات تفادوها صاروا قريب ويمه وتفادوها. سووا لها باري لازم ما عندهم مشكله اجريسيف ولحبة الضربات هوايه. يوجهها ضربات قويه. سووا مو هوايه الديفنس مالته بالنسبه لضرباتي بس ضرباته يلح بيها اكثر من ضربه ومزعج باو. ضربات حتى مداها مو قليل. انتبه شويه وجهها ضربه قويه ممتاز. فسوي بيري وياه وجهها ضربه ضربه هيفي ممتاز. اوبس اوبس ممتاز ممتاز ممتاز. اوه هذول اللي يساعدوني السبيرت راحوا. ماكو مشكله ماكو مشكله بس كنا ننتبه منه. هو ضرباته بالنسبة للديفنس مالتي مو كلش عالية بس مشكلة ضرباته بعد ما تبدو يشوفون سبام كلش مزعجة. زين ما دمجني طبعا نخلي الدرع زين. تقدرون تستخدمون الدرع عشان تصدون ضرباته شوية بس الأفضل طبعا شو اسمه مزمن زمن لا 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 والله أخذت من دمي بس زينة مو هواي حتى مو نص دمي بس أخذتها من دمي. بقى قاعد استخدم درع أنا قاعد أشوفون يصد ضرباته كاملة بس انتبه لازم. دمي 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 بعض ضرباته كلش سبام كلش اجريسيف يعني ما يعطيك فرصة انه تهيل او شي. بشوية انتبهوا منه. كسرت درع مالتي لازم باري وياه بين الصد وبين الباري. انتبهوا على السمنة مالتكم. صار دراماتي بس لازم انتبه فيها شوي. يلا مبقاله شي ربع دمه تقريبا. هجم اخذت من ضرباته دمجته بقاله ضربه واحده تقريبا. لا لا مو ولا موت هنا. يلا بقاله ضربه واحده يموت. دمي دمي لا 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 لحظه لحظه. هذا بعض ضرباته مشكله سبام ما يعطي مجال. قضينا على الروم بير قضينا عليه ممتاز. حصلنا سبيل دريك تالسمان. طبعا هاي التالسمان تعطينا مناعة وتقليل ضرر دمج السحر. تمام تمام أصدقائي هنا وصلنا نهاية المقطع. أتمنى تنسون الاشتراك بالقناة ودعمي باللايكات.